فرق بين عمليتين الفيمتو ليزك والفيمتو سمايل. العمليتين دول بيشتركوا في ان هما بيستخدموا شعاع الفيمتو، وشعاع الفيمتو بيقوم في كل عملية بوظيفة مختلفة. اولا بالنسبة لعملية الفيمتو ليزك، بيقوم شعاع الفيمتو في المساعدة في عمل الفلاب او الشريحة، وبيقوم بعملها بدقة كبيرة. في بعض الحالات زي حالات طول النظر انا محتاج شريحة كبيرة، وفي بعض الحالات زي قلة سمك القرنية انا محتاج شريحة رقيقة. اما في الفيمتو سمايل بيقوم بعمل فصل لطبقة من داخل سطح القرنية. الطبقة دي تنفصل من السطح الاعلى والسطح الاسفل، ويقوم الطبيب بازالة هذه الطبقة. بعد ازالة هذه الطبقة بتقوم القرنية بتجميع الصورة على الشبكة. مين اللي ينفع له فيمتو ليزك ومين اللي ينفع له فيمتو سمايل؟ فيمتو سمايل مميز جدا في حالات قلة سمك القرنية، في حالات الجفاف المرتفع. الفيمتو ليزك في حالات طول النظر، في حالات قلة سمك القرنية والأستيغماتيزم المرتفع.